الاكتشافي ويوسف التميان يوسف ونرد ناصر فهد واول خطا لصالح 15 سوى خطا على 15 مجموعه 32 15 النصر ناصر فهد و15 الهلال يوسف التميان ومن 15 النصر ناصر الفهد خطا لصالح يوسف التميان نفذ خطا ليوسف التميان عام حاسم بيعرض محاسن مع يوسف يوسف ماشي يطولها يروح للتيماوي يطولها ناحيه يوسف التنيان مع محاسن لاحظوا اي كوره يستلمها يوسف يجي له اول ما يجي له محاسن الجمعان وبعدين ناصر الفهد جناحين اثنين بتناوبوا على يوسف محاسن الجمعان وناصر الفهد ناصر الفهد لانه ظهير لكن اساسا مركزه جناح يلعبها طويله ناحيه التنيان بس يلعبها براسه ليوسف جازر يلعبها ليوسف التنيان بيجي يوسف التنيان وناصر فهد ياخذها يوسف التنيان ماشي بيها يجي ناصر مرشد بيحاول يجتازه بالفعل يجتازه بالفعل باع الكرة مع يوسف ويجي ناصر الفهد ثاني بيحاول يمر الاثنين ويرفعها بالعرض الملعب كرة مع يوسف التنيان يحاول يجتاز ناصر مرشد وخطا على ناصر خطا على ناصر مرشد محاسن ماجد يوسف التنيان وخالد الهزاع وخطا على خالد الهزاع ويبدو لي الحكم حدي له كرت اصفر بالفعل يشهر الكرت الاصفر لخالد الهزاع في الحبشي يطولها وهجمه هلاليه ناحيه اليسار هجمه هلاليه تضرب بالعرض وتروح البيشي الحبشي ماشي الحبشي بيهاجم الحبشي بيهاجم الحبشي يبغى يشوط يصوب بالفعل يصوب قذيفة قذيفة صاروخ أرض جو لأنه من الأرض للجو للشبكة صاروخ حبشي حسين الحبشي سجل الهدف الهلالي الأول من صاروخ تفجر في مرمى خالد الصبياني نشوفها ثاني بالتصوير الرفيع شافي ماشي وبعدين صوب بيزارو وفي القص العلوي ضربت في القائم العلوي وبنتت داخل الشبكة وسجل الحبشي هدف من أحلى الأهداف اللي من زمان ما نشوفها يا سلام يا حسين يا حبشي ظهير يسار مدرن شافين كورة في الشبكة العليا في السقف نزلت وبنتت ونزلت ويبعدها في هذا المسيبيح وتروح ل يوسف التنيان ويبعدها التماوي ومن نصف الملعب الهلالي ما في تسلل ويتسدد قدم التخافي انفرج المرمى التخافي ويحطها في المرمى هدف ويحطها في المرمى هدف وجاب عبد الرحمن التخافي سجل الهدف الهلالي الثاني سجل الهلال الهدف الثاني سجلوا ظهيره الايمن عبد الرحمن التخافي اللي بيلعب لمنتخبنا الوطني كظهير يمين تقدم اخذ كوره من نص ملعبه ما في تسلل لانه كانت الكوره في نص ملعب الهلال وكان الفريق النصراوي كله داخل نص ملعب الهلال فمشي ودخل 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 ودخلها جول شوفوا الكرة أخذها من فين؟ أخذها من نص ملعبه، شايفين؟ من نص ملعبه، ما في تسلل، وكان الفريق النصراوي كله في حالة انتشار، وتقدم له الصبياني وحطها على يمينه، وسجل الهلال هدفه الثاني، عبد الرحمن التخافي، الهدف الهلالي الثاني سجله عبد الرحمن التخافي. راح يكون يوسف التنيان، ماشي يوسف التنيان، ماشي يوسف التنيان، يجتاز لاعب نصراوي، معاه فهد الهريفي، ومعاه فهد الهريفي، يحاول يجتاز من فهد الهريفي، يلعبها بالعرض قصيرة. ولعبها ناحيه يوسف التنيان وناصر مرشد معاه يستلمها يوسف ماشي يوسف يحاول يراوغ يحاول مع ناصر مرشد يجتازه ويرفعها بالعرض ارجع الهدف الهلالي الاول ماشي ارفعها ناحيه يوسف التنيان ومساعد الطرير يصلحها يوسف التنيان ومساعد الطرير يصلحها وسعد مبارك وين كل سعد مبارك يا تبعد ترجع ليوسف التنيان صعوبه عنيفه ومسكها خالد مبارك ولعبها ليوسف التنيان يوسف التنيان بيحاول يراوغ ويلعب كورة حلوة لسعد مبارك بدور لعبها ليوسف التنيان، يوسف التنيان ماشي، ماشي يوسف التنيان، ماشي يوسف التنيان بيراوغ كثير ماشي وبيوقف حسين البيشي يلعبها تلعب له ثاني دخل الستة ويفرق المرمى ويحطها هدف ويحط حسين البيشي في الدقيقة 21 الهدف الهلالي الثاني
الاستعاده الطريفه انه مدافع هلالي يمين سجل هدف، مدافع يسار هلالي سجل هدف. زعل يوسف زعل عثمان البيشي وقال لي المدافعين الباكات احسن مني وصاحب الكره الطويله، ليه انا ما ادخل اجيب جول؟ وراح اتقدم ولعب كوره واحد اثنين وخدوهات واخيرا جات له وشحطها في المرمى وبعنف سجلها. ضربه ما هي ضربه مدافع المره دي، تسديده مهاجم لان المدافعين كراتهم عاليه. كفيل حسين البيشي لعب كوره لعبته ثانيه وحطها في المرمى هدف ثالث واصبحت النتيجه 3-0 للهلال. وفي هجمه في كوره خطره وفي فاول لصالح يوسف التميان، في فاول لصالح يوسف التميان واصبحت الكوره طبعا ما فيها شيء اسمه ممكن ومش ممكن، في كوره كل شيء ممكن وكل شيء غير ممكن. نشوف يوسف حسين البيشي ليوسف التميان، شوف واحد خذ هات اعطاها ليوسف وراح اخذها، اخذ اللعبه الثانيه حسين